أنا متأكدة من هذا. صباح الخير يا أحبائي، يسرني أن أقدم لكم الطالبة الجديدة في صفنا. أنا أعرفها يا أنسة، إنها الفتاة التي تغلبت على لصوص الأشرار. لقد نشروا صورتها في الصحيفة. منال، أنا هنا يا منال. هذه أنت يا دالا؟ أنا سعيدة لأنك في صفي. وأنا أيضا. وعلى ليلة أمس وأنا أفكر كيف أستطيع أن أقابلك مرة ثانية. لقد التقينا. أنا سعيدة لأنك كونت صداقة مع الجميع. يجب أن نشكر الصحيفة على هذا. توقفي، ما الأمر؟ انظري، ذاك منزلي، هناك حيث عيادة الدكتور نخلة. هل ترينه جيدا؟ نعم، وأستطيع رؤية بيتي أيضا. ذاك المنزل الكبير أمام العيادة. هل يعجبك؟ إنه مرتفع جدا. يمكننا أن نرى المدينة كلها من خلال نوافذ الطابق العلوي. هذا جميل. إنها المرة الأولى التي أستخدم فيها هذا المصعد. هناك بحر، وهناك الكثير من المراكب التي تعوم فوقه. لقد وصلنا. أنا آسفة جدا، لم أكن أعلم أن منار برفقتك. لا بأس. سوف أعيد هذه الأقنعة إلى المستودع، كنت أريد أن أجرب فاعليتها في التخويف. بابا وماما يصنعان هذه الأقنعة بأنفسهم. حقا؟ متى عدت يا تالا؟ هذه صديقتي. مرحبا. لماذا يكرهني؟ لا أدري. ما عليكم، هيا ادخلوا وسأقدم لكم الشاي. تالا لم تتوقف عن الحديث عنك طوال ليلة الأمس. أنت تحرجني يا أبي. لا تهتمي بما قاله بندق، إنه صغير ولا يقصد هذا. حسنا. يا تذوقي هذه لذيذة جدا. الآنسة فيفي صنعته بالأمس. من هي الآنسة فيفي؟ إنها طباخة وتساعد والدي في عمله، وهي مدبرة البيت أيضا. كل هذه الأشياء تقوم بلطف شديد. كفى كفى مدحا يا تالا، أنا مرتبكة. شكرا على الكعك، لطيفة بالطبع. المستأجران في الغرفة التاسعة يقولان إنهما لن يتمكنا من دفع الإيجار. لا بأس، شهر أو شهران لا يهم أبدا. أي إيجار؟ إنها نقود تدفع لقاء الغرفة. فهمت هذا. أبي هو مالك هذا البناء ويؤجر بعض الغرف. حقا؟ ليس لشهرين، إنهما يريدان مهلة طويلة لستة أشهر تقريبا. ستة أشهر؟ يعني نصف سنة. فهمت. لا مشكلة، إنهما فنانان موهوبان. أنت محق يا عزيزي، إننا ننتظر اليوم الذي يصبحان فيه فنانين مشهورين. شكرا لك يا سيدي، نحن مدينون لك بالكثير الكثير. لا عليكم، أعرف أن هذا لا يرد شيئا من الدين، ولكن أرجوكم اقبلوا مني هذه اللوحة. اسمعوا موسيقاي. ها؟
هذا جيد، أعتقد أنكما تطورتما. أحسنتما أحسنتما، هذا مشجع، نعدكم أن نتطور. آمل أن تعيشا حتى تحققا هذه الأمنية. إلى اللقاء، لا تنسوا لوحتي الجميلة. أنا ذاهب إلى المخزن، فلدي بعض الأعمال. وأنا؟ تفضل. خذي هذا. شكرا لك. اسم هذا يا سيدي. هذا القناع بعشر قطع نقدية يا صغيري. ما رأيك بهذه البوظة؟ هل أعجبك مذاقها؟ أجل، إنها لذيذة جدا. شكرا لك، تعال مرة ثانية. أعطني ثلاثة إذا سمحتي. بكل سرور يا صغيري. منال، ما الأمر؟ أنا أشعر ببعض الانزعاج يا تالا. والدك يعملان بجد في المخزن ونحن نأكل البوظة؟ سأقول لك الحقيقة، أنا أيضا لدي عمل يجب أن أؤديه. ظري، ما هذا؟ عربة سأملأها بالبوظة وأذهب للبيع عند الشاطئ. حقا؟ جميل، تعالي معي. أريد هذا القناع. اختيار جيد. أسرعي يا منار، هيا. أتيا. عربة جميلة. شكرا منار، هل ستساعدينني في البيع؟ نعم، هيا بنا. لا. بندق، أنا من سيذهب معك؟ لكنك ذهبت معي البارحة يا بندق، ماذا حصل لك؟ أريد أن أذهب اليوم أيضا. بعد عن العربة. لا أريد، لا أريد. لما لا نذهب جميعنا إلى الشاطئ يا تالا؟ لا أريدك أن تذهبي معنا. تصرفاتك معيبة. من الآن فصاعدا لن أخذك معي إلى أي مكان. أنا لا أحبك أبدا. أمره غريب، لا أعرف ما الذي حدث له هذا اليوم. يبدو أنه بسبب أنا يا تالا. لا تقلقي بشأنه. منار، انسي الأمر وتعالي نذهب إلى الشاطئ. ما الأمر يا علقة؟ الجو حار وأنا متعب جدا. أنا أيضا أشعر بالحر والعرق يتصبب مني. أنا أحلم بجبل من البوظة يمر من هنا فيطفئ هذا الحر. إنها بوظة. تحقق الحلم، عربة مليئة بالبوظة. توقف عن هذه الأحلام يا علقم. أنا لا أحلم، انظر هناك. إنها البوظة، يجب أن نحصل عليها كلها. جاهزة؟ هيا. بوظة، بوظة بالشوكولاتة. تعالوا تذوقوا البوظة الباردة، باردة ولذيذة. بوظة بوظة. أرجوك أريد واحدة. حليب أم شوكولا يا سيدي؟ لا يهم أبدا. حسنا، سأعطيك شوكولا وعليها لو تذوق. أنت بائعة جيدة. نعم، وتبيع أطيب بوظة في المدينة. شكرا لك يا سيدي. ما اسم الزواج؟ حسنا، أرجو أن أمسك. جيد، تفضلي. أنا ما زلت مبتدئة. أخي، إلى متى سنبقى مستلقين هكذا؟ لا تقلق، أنا أفكر بخطة جديدة. خطة؟
طبعا، وكل ما نحتاج إليه أن تبتعد عن العربة قليلا. جميل، ولكن ماذا سنفعل إذا لم تبتعد؟ هذا ما أفكر به. ها؟ انظر، أليس هذا بندق شقيقة علاء؟ صحيح، ولماذا يخفي نفسه عنهم؟ ربما نستفيد منه في خطتنا. وجدتها. تعرف الدالة على منار وأصبحت لا تهتم بي. أنا أشعر بحزن شديد. مرحبا أيها الصغير. لقد سمعت ما قلته عن أختك وأعتقد أنك محق. وما شأنك أنت بالذي بيني وبين أختي؟ يا له من ذكي. وهل تشاجرتما معا؟ لا أبدا. إذا كان هناك ما يزعجك فأخبرني به. أنا أكبر منك بكثير وأستطيع أن أقدم لك بعض النصائح التي تفيدك في حياتك. لقد نشأت. انظري يا دالة، لقد انتهى الشوكولا. سأذهب إلى المخزن لأحضر المزيد منها. سأهتم بالعربة أثناء غيابك. انتبهي. بوزة، بوزة باردة ولذيذة. منذ أن جاءت منار إلى مدينة النخيل وأختك منشغلة بها ولا تلعب معك أبدا. أصبحت الخطط جاهزة. استمر. تعال إلى جوارنا أيها الصديق. دعنا نتحرك. اسمع أيها الصديق. ماذا؟ إذا ضاعت عربة البوظة فإن أختك ستقع في مشكلة، أليس كذلك؟ هذا صحيح. وإذا وجدت أنت العربة فماذا سيحدث يا صديقي؟ ماذا؟ ستفرح أختك كثيرا. وسوف تقول: أنت يا بندق من يعتمد علي، أنا أحبك كثيرا. هذا صحيح. نجحنا فعلا. باردة ولذيذة بوطة. منار. ها؟ بندق. أنا آسف، لقد كنت مخطئا. لا بأس، لم يحدث أي شيء. اسمعي، فستق يبحث عنك هناك. فستق؟ ولماذا؟ هيا اذهبي. وكيف أترك العربة هنا وحدها؟ لا تهلي عليها، هيا اذهبي. حسنا. لقد نجحنا. هيا أسرع. هيا 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 هيا. فستق ليس هنا. هذا غريب. إذن سأعود إلى العمل. نعم، لنعود معا. أين اختفت العربة؟ هذا مستحيل. لقد عدت يا منار. لقد اختفت العربة يا دالة. ماذا؟ تعبت لفترة قصيرة فاختفت العربة. أنا آسفة. لا فائدة من هذه الاعتذارات، دعينا نبحث عنها بسرعة. أنا سأجدها. أقصد سأبحث عنها معكم. اسمع يا بندق، نحن سنخفي العربة هنا وأنت ستأتي لتأخذها. لا يوجد شيء. أين هي العربة؟ بوظة 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 بوظة. نعم بوظة 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 بوظة. نجحت الخطة تماما بوظة. أنت رائع جدا بوظة. بوظة 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 بوظة. ماذا قلت؟ أنا آسفة يا أختي، لقد خدعاني، أرجوك سامحيني. كيف تفعل هذه السخافات؟ أنا لا أصدق. أبدا، أنت السبب. أنت دائما مع منار ولا تهتمين بي. لقد نزلتني تماما. بندق،
لكن يجب أن نجد العربة. ولكن أين سنبحث عنها؟ أعتقد أنه مالا. هيا هيا. لوحة زيتية للبايع، من يشتري هذه اللوحة؟ ها ولن تندى، ولكنها أفضل من صوت شخيرك. أليست هذه العربة التي تعمل عليها تالا؟ نعم إنها هي بالضبط. ماذا تريدان؟ كيف حصلتما على هذه العربة؟ ها؟ اصمت. مشكلة، استعد للهرب يا بلوط. واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان. لحظة لحظة انتظرا. أيها المخطط الذكي، لماذا تركض باتجاه الخلف؟ أخبرني. توقفا سنبحث الآن في هذا الشارع. ليتنا نجدها هنا. أعتقد أنهما لم يبتعدا كثيرا، وربما كان هنا. انظرا يا إلهي، إنها عربة. خلفها. أنا أقصد عني، لكنني لا أرى خلفي. أخشى أن أصطدم بشيء ما وأسقط. أمسكني، ساعدني، أمسكني. ستفرد كثيرا. أنا أكره الموضة وأكره مخططاتك الفاشلة يا عمي. توقف أيها اللص. أيها اللصوص. لن أسلم العربة بسهولة. أنا أحب الموضة ولن أفرط بها أبدا. بسرعة بسرعة، إنها تنجرف نحو البحر. ابتعدوا ابتعدوا عن العربة، ابتعدوا أيها الصغار عن العربة. يجب أن نمسك بها. يثبتها معاً. هيا هيا. تالا، هل أنتم بخير؟ هل تأذيتم؟ لا شكرا، والعربة سليمة. لقد قمتما بعمل رائع جدا أيها الفنانة. إنه عادي جدا. أبوكما رجل رائع جدا، ونحن نتمنى أن نقدم المساعدة له ولأولاده. والآن يا بطل. ماذا؟ هل نصبح أصدقاء؟ هذا يسرني. جيد. وأنا؟ لا خلاف لا خلاف لا خلاف. بما أنني موجود هنا فلم تسجل أي مشكلة.